الدوره اقول لهم هنيئا لكم، انكم تستلمون راتبكم من جيب الشعب حلالا، وانتم تحرسون ابناء الشعب ومقدرات الشعب وثوره الشعب. اسال الله ان يحرسكم بعينه التي لا تنام، وان يحرس اعراضكم، وان يحرس انفسكم، وان يحرس ابناءكم، وان يجعلكم قدوه يهتدي بها الناس. اما الشق الثاني الذي ما زال فيه في حيره من امره او ترددا في امره، فاني اقول لهم يا ابناء قواتنا المسلحه، ان الاموال التي توزع عليكم هي من اموال شعبكم، فبالله عليكم اسمعوا هذه الرساله. نحن اليوم ننتظر ان نحتضنكم، متشوقون لرؤيتكم في ساحات الحريه، متشوقون اليكم. والله اننا نتمنى ان تاتوا وتنضموا الى مواكب هذا الشعب. الستم حماة الوطن؟ واي وطن سيبقى اذا صببتم عليه الرصاص صباء؟ ان الوطن هو مفهوم السياسه، شعب وارض وسياده. اذا انتهكت السياده عن طريقتكم، واذا سالت الدماء باسلحتكم، واذا تمزقت التربه بخططكم، فاي ارض انتم تحمونه؟ وما زال املنا بالله كبير، اننا نرقبكم وننتظركم، فانتم ابناؤنا وانتم اباؤنا وانتم اخواننا. نعم والله انكم يا اخواني كلما زاد التردد وظلتم في ذلك الموقع الذي لا يليق بكم، ان موقعكم بين الشعب ومع الشعب، ليس مع العائلة، ليس مع الشخص، ليس مع الفرد. إن هؤلاء زائلون والشعب يبقى بأمر الله رب العالمين. فأسأل الله أن يلهمكم الرشد وأن يلهمكم الصواب، وأسأل الله أن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه. فإن والله يا أبناء القوات المسلحة مشتاقون أن يجمعنا هذا الوطن، أن يجمعنا وأن يحضن هذا الوطن بالحب والإباء والعزة والكبرياء والرخاء والحرية. هذا هو مبتغانا. إلى هذا الشعب العظيم، إلى جميع أطيافه، نقول إننا نعاني اليوم من مخاض أليم. هذا المخاض تمثل بكل شيء، خوف وقطع لأرزاق الناس وتضييق، لكن للثورة مخاض عظيم، لكن المولود سيكون مولودا عظيما بإذن الله. إنه وطن عظيم يتسع لكل أبناء هذا الشعب، وطن بحجم أبناء شعبه، لا بحجم شخص ولا بحجم عائلة. وطن سنعيش جميعا فيه، لا مجال للإقصاء. وأنا أقولها وواثق من هؤلاء الثوار أننا لن نثور على شيء ثم نأتي بضد، أو من لن نثور على شيء ثم نأتي بمثله، حاشا لله. إننا لا نثور على الإقصاء ثم سنقصي الآخرين، حاشا لله. عندما ثرنا على الظلم ليس معنى ذلك أننا سنكون من الظالمين، حاشا لله. إن من ثار على شيء لن يأتي مثله.